حسب ضعيف مجرد العاطفة كثير يعني ممكن يحقق في الدرجة أو صلى الورا هذا إنه بتخلي مشاعره ممكن بأي لحظة تدمر كل شيء أو تخرب كل شيء فيها هذا الشيء لا أسب لي كثير بالنسبة عرفتش تفصل مشاعره عن الشيء يعني تأثر أكثر من لازم لدرجة إنه وصل وضع فيها إنه فوت على المستشفى وهيك بس ممكن مش بس لأنه بتحب جبران ممكن أسباب ثانية ممكن أنا شخص ذكي ممكن بالحياة تأثر من أشياء بالحياة مظبوط مي زيادة أرادت الحرية للكل ليس فقط للنساء أيضا للرجال أرادت الحرية للأوطان لكنها انتهت حبيسة وحبسها كان عملا أخرق وكان عمل غير إنساني وغاية في القسوة هي فتت بكثير مراحل نفسية صعبة وهي عاشت وحيدة مع أمها وأمها توفت وبيها توفى وربت وحيدة للحياة والشخص الوحيد اللي حبت توفى فهالشي طبيعي رح يوصل لها وتركت وحيدة هي بآخر حياتها فهالشي طبيعي رح يوصلها لانهيار ما فيش حدا شو أهمية مي زيادة؟ أنا تبعته بأول فيلم المقال الكثير اللي حكوا عنها حكوا إنه وصلت على مصر 1907 نحن عم نحكي قبل أكثر من 100 سنة يعني قرن من السنة الشيء اللي بيناتهم إنه مكفيهم بلا نقشع بعض، بلا مظاهر بس مش كافية، مش كافية، علاقة فكرية، أصلاً قالوا علاقة فكرية